بدأت أمس فعاليات مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية في دورته الثانية، وبيشارك السنة دي في المهرجان 18 دولة ب 62 فيلم من فرنسا والنرويج وألمانيا وغيرها من البلاد. بيرأس المهرجان الدكتورة ماجدة واصف، واللي حرصت على خروج المهرجان في صورة مشرفة. اختار المهرجان السنة دي الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي ليكون رئيس شرفي للمهرجان، وبتشارك مصر في المسابقة الرسمية بعدد من الأفلام، منها فيلم لا مؤاخذة للمخرج عمرو سلامة، وفيلم فتاة المصنع للمخرج محمد خان، وبينظم المهرجان 6 ندوات سينمائية مختلفة. تفاصيل أكتر هنعرفها في تقريرنا اللي جاي من الدكتورة ماجدة واصف ويوسف شريف رضا الله. لما تكون في دورة أولى بتبقى العملية صعبة جدا، لأن احنا رايحين في أرض مجهولة على جميع المستويات، ولكن الدورة الأولى رغم كل الصعوبات اللي واجهتنا في تنظيمها إلا أنها كانت يعني في مجملها يعني كان لها صدى طيب جدا عند الناس، وكانت إيجابية جدا، لأن احنا اهتمنا أولا قبل كل شيء بالمضمون، بالأفلام وبالناس المخرجين وأصحاب الأفلام، يعني كان اهتمامنا بالسينما. الدورة دي بقى طبعا اهتمام بالسينما زاد، وعدد الأفلام زاد، وعدد الضيوف بالتأكيد يعني عدد دول المشاركة وعدد الأفلام المشاركة وكل دوت، فيعني في تطور من سنة للتانية، في تطور أعتقد أنه إيجابي إن شاء الله. السنة دي زي ما حضرتك عارف في اهتمام بالسينما، احنا مهرجان للسينما المصرية والأوروبية، والسينما المصرية حاضرة بشكل كبير جدا في المهرجان من خلال مجموعة من أفلام السينما المستقلة وأفلام تكريم نور الشريف وأفلام كلاسيكيات السينما المصرية، بالإضافة لعدد من الأفلام الجديدة تماما. يعني النهاردة هيبقى في العرض الأول لفيلم لا مؤاخذة، العرض العالمي الأول لفيلم المؤاخذة، العرض المصري الأول لفيلم محمد خان فتاة المصنع، فيلم فيلا 69 حيعرض كمان عرض خاص، فيلم أسرار عائلية لهاني فوزي حيعرض عرض خاص. فإحنا مهتمين جدا بحضور طبعا كل المخرجين وأصحاب الأفلام، مشاركة حوالي 100 شاب جايين من عدد من محافظات مصر ومن القاهرة من خلال من معهد السينما، حيتابعوا فعاليات المهرجان، وحيستضيفهم هتستضيفهم وزارة الشباب في مركز شباب التود، وده شيء جديد، وأعتقد أنه بداية هنوسعها نتوسع فيها إن شاء الله في المستقبل. في 19 دولة أوروبية ومصر، يعني 20 دولة. مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والأفلام القصيرة، في 12 فيلم روائي طويل من 12 دولة، 11 دولة أوروبية ومصر، وبعد كده في 23 فيلم قصير من عدد مختلف من الدول، لأنه إذا كان الأفلام الروائية كل دولة بتعرض فيلم واحد، لكن بالنسبة للأفلام القصيرة في دول بتقدم فيلمين أو ثلاثة، وطبعا في لجنة تحكيم دولية بيشارك فيها من مصر مدير التصوير المعروف الأستاذ سعيد شيمي، ولجنة مكونة من 7 أشخاص برئاسة مخرج روسي كبير اسمه فلاديمير بنشوف، وهذه اللجنة هي اللي هتقرر الجوائز سواء بالنسبة للأفلام الطويلة أو القصيرة. ده بالنسبة للقسم المسابقة الرسمية. كل سنة بنختار دولة أوروبية تكون ضيف المهرجان، فالسنة اللي فاتت كانت أو الدورة الأولى كانت إنجلترا، السنة دي ألمانيا هي ضيف الشرف، وبنعرض لها 8 أفلام بتمثل مدارس واتجاهات مختلفة في السينما الألمانية خلال 10 سنوات اللي فاتت، وكلها أفلام خدت جوائز سواء في المهرجانات أو في بعضها خد جائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي. وفي سنة دي قسم مهم جدا بيقام لأول مرة، هو فيلم خاص بالسينما المصرية المستقلة. احنا عارفين انه السينما المصرية المستقلة فرضت نفسها في ده أول مرة ده حصل. احنا عارفين ان السينما المصرية المستقلة فرضت نفسها في المهرجانات في على مدار عام 2013 وقبل كده، فاحنا هنعرض 8 أفلام للـ8 مخرجين ب
بدءا من فيلم المدينة للمخرج يوسف نصرالله وهو أقدم هذه الأفلام، مرورا بكليفتي لمحمد خان، وصولا لفيلم فيلا 69 وشتى اللي فات، وفرش وغطى، وفيلم عشم، وفيلم نادين خان هرج ومرج. وهتبقى في ندوة مهمة بحضور هؤلاء المخرجين اللي كل واحد فيهم كمان هيقدم فيلمه قبل العرض. هنناقش في هذه الندوة مسار السينما المستقلة ومستقبلها. ولسه مكملين كلامنا عن مهرجان الأقصر السينما المصرية والأوروبية. وقع اختيار إدارة المهرجان على اختيار الفيلم المصري لا مؤاخذة ليكون فيلم الافتتاح، والفيلم بطولة كندا علوش وهاني عادل والطفل أحمد داش، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة. واجه الفيلم عدد من المشاكل مع الرقابة، لكن بعد إجراء بعض التعديلات تم إجازته، وقريبا هيعرض في دور العرض السينمائية. بتدور أحداث الفيلم حول طفل مسيحي يرفض الإفصاح عن ديانته لزملائه في المدرسة خوفا منهم. الفيلم بيناقش قضية الفتنة الطائفية وفكرة التمييز في المجتمع. تعالوا مع بعض نلتقي ببطلة فيلم لا مؤاخذة ونشوف هتقول لنا إيه الفنانة الجميلة كندا علوش. ان شاء الله لا مؤاخذه مع عمرو سلامه، تاليف واخراج عمرو سلامه. ان شاء الله 19/1 في مهرجان الاقصر، وبعد كده عرض جماهيري في مصر. ده هاني عبد الله بيتر سوسا. في السنتين اللي فاتوا ما غابش عن المدرسه ولا يوم. هاني ما كانش بيعرف ينام الا لما بيصلي هو وبابا سوا. دور أم الطفل مسيحي بيتنقل من جو لجو، بيتعرض لضغوطات، وبنشوف إزاي بيحصل ده معاه. وصلنا دلوقتي لآخر فقرة في البرنامج، وأهم تعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. وأول تعليق معانا للفنان حسن الرداد. حسن بيقول: عاش الشعب المصري اللي ضرب مثال جديد للديمقراطية والوعي في إعادة بناء مصر. المخرج إيهاب لمعي: لابد أن يجد الإخوان تفسير منطقي لسر هذا العداء النسائي لهم. ماجد المصري: عاش الشعب المصري وجيشه وشرطته، ويا رب على طول نكون إيد واحدة. المنتج محمد حسن رمزي: نفسي أبوس راس كل من نزل وصوت للدستور، عاش الشعب المصري كله. غادة إيهاب نافع: فرحانة جدا لفرحة كل الشعب المصري، ونعم ستظل مصر للأبد. نجوى إبراهيم: الوقت الذي يغدي الإنسان المتشائم بالتفكير يكفي الإنسان المتفائل للوصول للقمة. مفيد عاشور: المنافق يمدحك في ضجة ويخونك في صمت. وأخيرا الفنانة سوسن بدر: صبر جميل يزيل الألم، وروح قوية تهزم الضعف، وفرح صغير يمحو بعض الحزن. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة. استنوني كل يوم في نفس الميعاد من السبت للخميس، وما تنسوش تبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان أندرسكور الطبيعية أدريمز، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. أشوفكم بكرة بألواننا الطبيعية.